الدجاج مشوي مفرمك. طعام ملايين الدجاج المفضل في العالم هو الصويا الخضراء، معظمها مستورد من البرازيل في بواخر كهذه، تطلق أطنانا من ثاني أكسيد الكربون متسببة في ذوبان الجليد في القطبين، فيعلو مستوى المحيطات وتغمر المياه بعضا من هذه الجزر الجميلة، وينزح سكانها إلى مخيمات للاجئين حيث قد يتدرب بعضهم على الإرهاب ويظهرون للعالم أحيانا فنونهم الرفيعة. فيضطر هؤلاء الناس العاديون إلى استبدال بذاتهم ببذات القتال، مستعدين لحرب من حروب العالم الجديدة، حرب قد تعرض إمدادات الطاقة العالمية للخطر، مجبرة بواخر الصويا الخضراء على تعليق رحلاتها، فيستحيل شحن الصويا لإطعام دجاج العالم، وتكون العاقبة ما في دجاج اليوم.